السلام عليكم. أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة شادي، مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 104 من كتاب فضاء رياضيات المستوى الثالث ابتدائي. عندنا درس ديالنا اليوم هو القسمة على عدد من رقم واحد. كيفاش نتعلموا القسمة على عدد من رقم واحد؟ عندنا الحصة الأولى أكتشف وأتمرن. لاحظوا معي جيد. وزع مدير المدرسة 64 حكاية على 4 أقسام بالتساوي. مدير ديال المدرسة شد 64 قصة وقسمها على 4 ديال الأقسام، وكل قسم داك دوك الأقسام الأخرين. أحسب عدد الحكايات التي توصل بها كل قسم. دابا اليوم غادي نتعرفوا شحال كل قسم دا ديال الحكايات. حنا كنعرفوا العدد ديال الحكايات كامل هو 64، كنعرفوا شحال كاينه من قسم، ولكن ما عرفناش كل واحد شحال جاه في حقه. اذا شنو العمليه اللي غنديروا؟ هو اقسم 64 على 4. هاد 64 في القطبان كيتمثل 10 10 10 10 10، كتولي 60، وهنا 4 مكعبات، اذا هي 64، وهنا كاينه 4 ديال الاقسام، القسم الاول، القسم الثاني، القسم الثالث، القسم الرابع، نقسموا عليهم هاد 64 حكاية. إذا شنو كيدير؟ أول حاجة أقسم العشرات، كنقسم العشرات. وكيفاش كندير نقسم العشرات هنا في العملية ديال القسمة؟ لاحظوا معي، كندير العملية هكا وكنبدا نقسم العشرات. إذا شنو رقم العشرات؟ هو 6، غنقسمو هو الأول. إذا هاد 6 العشرات غنقسموها على هاد 4 الأقسام. بحال كل قسم غنعطيوه 10 10 10 10، كنقولو شحال كاينة من 4 في 6. إذا هذا المقسوم عليه وهذا المقسوم وهذا الخارج. شحال كاينة من 4 في 6؟ كاينة 4 وحدة، اللي درنا جوج خصنا 8. إذا كاينة 4 واحدة، 1 في 4 4، وكيشيطو جوج عشرات. ها كل واحد عطينا 10 الأولى، 10 الثانية، 10 الثالثة، 10 الرابعة. هي هذه 1 في 4 4، 6 ناقص 4 ديال الطريقة القسمة، 6 نقسم منها 4 كيبقاو لنا إثنان، هما هادو الإثنان اللي هنا ياك. إذا كاين 10 واحدة في كل مجموعة، كل قسمة نعطيوها 10 واحدة. عاد نشوفوا دابا شحال عجيهم ديال الوحدات، شحال كيبقاو لنا؟ 10 واحدة في كل مجموعة. هانت إذا مادام بدات 10 واحدة في كل مجموعة، دابا شحال بقاو لنا؟ جوج عشرات، وبقاو لنا 4 ديال المكعبات. هاد جوج عشرات و4 ديال المكعبات هي هادي، هاهما جوج عشرات و4 ديال المكعبات، كنزلوهم شحال كتولي عندنا؟ 24. كنشوفوا هاد 24 شحال فيها من 4، وكتعتمدوا على جدول الضرب ديال 4. مثلا كتبقى تقول 1 في 4 4، 2 في 4 8، 3 في 4 12، 4 في 4 16، 5 في 4 20، 6 في 4 24. كتقولها في انا وصلت لها 6 في 4 24، كدير الناقص ديالك شحال كيبقى لك؟ اذا 24 هاد اللي حصلنا عليها اللي بقات لنا هنا، قسمناها على هادو، شحال جاتهم؟ جاتهم 6 ديال المكعبات. اذا هذيك العشرة الاولى وزدنا عليها 6 ديال المكعبات، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3، هادو اللي جمعتي هاد المكعبات تجيوك هاد 24 اللي شاطت لك من القسمة الاولى. اذا هاد 64 يعني القسمة، هاد القسمة كتسمى القسمة الإقليدية. هاد 64 كتساوي 4 في 16، يعني كل قسم دا منهم 16 المكعب، يعني 16 قصة، 1 2 3 4 5 6 والعشرة. هاد كل واحد دا 6 ديال الحكايات، والعشرة الأولى اللي قسمناها كاع. إذا 4 في 6 4 في 16 زائد 0، واش بقات لنا شي حاجة؟ ما شاطنا حتى شي حاجة. إذا 4 في 16 زائد 0. هاد إذا هادي هي الطريقة باش كنحسبو. قسمنا في الأول العشرات، اللي شطنا من العشرات زدنا على دوك الوحدات، دوك المكعبات، بقات لنا 24. 24 تاني كنعاودو نقسموها، لأن قسمنا العشرات دابا نقسمو الوحدات، وهذا حد العشرات غنفكوهم ردوهم وحدات، تولي هنا 10 و10 هي 20، زيدو عليها 4 هي 24. 24 كتحاول تقسمها على 4، كي كدير تقسم على 4 كتحاول تمشي في جدول الضرب، تبقى كتقول 4 هاد 24 شحال فيها من 4؟ كتقول 1 في 4 4، إذا فيها أكثر من 1، 2 في 4 8، 3 في 4 12، 4 في 4 16، كتقول باقي ما وصلت ل 24، 5 في 4 20، 6 في 4 24، كتقول 7 في 4 28، لفتها كتقول اللي غتصلح لي هي 6 في 4 24، وهي اللي كتجيك نيشان. شنو القسمة الإقليدية؟ شنو كتقول؟ كتقول 64 يعني دوك الحكايات اللي قسم المدير كتساوي
اربعه د الاقسام، هاد اربعه د الاقسام شحال داو من وحده من الحكايه؟ داو 16. وشحال شاطنا اللي ما تقسمش؟ ما شاطنا والو، كلشي ادى بالتساوي 16 16 16. واضح؟ نمر الان للسؤال الموالي، والسؤال رقم 2. قالك اشترت عائشه 3 شجيرات، ذهب الثمن نفسه. عائشه شرات واحد 3 شجرات، ما هو ثمن الشجيره الواحده؟ شحال الثمن ديال شجره واحده؟ هما كاملين عندهم نفس الثمن، 3 شجرات بنفس الثمن. قالك شحال الثمن ديال كل شجره اذا كانت هي خلصت 45 درهم؟ ثمن للشجيره الثلاثه واضحه جدا، انا مادام 45 درهم خلصت فيهم كاملين، اذا 45 درهم غنقسموها على 3 باش نعرفوا الثمن ديال الشجره الواحده. هي هذه، اقسم 45 على 3 واكمل. اذا 45 هما هذه 40 درهم، 1 2 3 4 غنقسموها على 3. اذا كيفاش عدير تقسمها على 3؟ غتقول غنقسم العشرات، غتقول اقسم العشرات، غتجينا 1 10 الكل مثلا، ها هما 3 ديال الشجرات. ياك حنا ندير لكم هنا الشجرات، الشجرة الأولى، ها الشجرة الثانية، ثم ها الشجرة الثالثة، بثلاثة عندهم نفس الثمن. دابا هاد العشرات جنا قسمناهم، ها العشرة الأولى هنا، العشرة الثانية هنا، العشرة الثالثة هنا، شتيهم؟ هما مشاو لهاد العشرات. شحال بقات لي؟ لأن عندي 45 درهم، بقات لي هاد العشرة دراهم، وبقاو لي هاد الدريهمات. شحال هي؟ 1 2 3 4 5، 5 و10 ديال الدراهم. هاد العشرة دابا أنا كملت العشرة، هاد العشرة كنردها واحدة حتى هي، كنصرفها، فهمت؟ بحال مشيت عند مول الحانوت وصرفتها، هنا عرفنا بأن كل وحدة دات 10 دراهم، هاد العشرة ردها دراهم. واضح؟ ما تبقاش تشوف هنا لأن هادو أنا قسمناهم، هاد العشرة رديتها دراهم، شحال ولاو عندي؟ هاد هاد 2 4 6 8 10 ديك اللي صرفت، ودوك الخمسة اللي كانوا عندي 10 و5 15. إذا هاد 15 كي كندير نقسمها كل وحدة، هاد الشجرة عندي 5، شوف معايا، هادي الأولى نجيبها هنا، هادي الثانية نجيبها هنا، ثم هادي الثالثة نجيبها هنا. شاطلي شي حاجة؟ ما شاطلي والو، حيت هادو أنا تقسمتهم في الأول، وهادو هما اللي تقسمتهم. إذا شحال دا من واحد؟ هاديك العشرة دراهم الأولى، وزاد عليها دوك الخمسة اللي زدت هنا. إذا شحال دا كل واحد، كل شجرة بشحال تسرات؟ ب15 درهم، 15 درهم. فهمتوا الطريقة دابا كيفاش؟ سهلة جدا، كنقسموا العشرات هي الأولى، وعاد كنرجعوا نقسموا الواحدات. لا شاطلي شي عشرة، كنصرفها واحدات باش كيسهل عليا عملية القسمة. هي قسمة صعيبة شوية، ولكن خصها التركيز. عاود مثلا ما فهمتيش، عاود الفيديو جوج مرات ثلاثة تستوعبها مزيان. ومازال عندنا عمليات أخرى اللي يفهمونا القسمة. هكا كملنا الصفحة 104، إلى اللقاء.